أنا استفاد بالنسبة للكهرباء اللي قاعدة بتنتجها، السولار ينتجها، ففيها فائدة بالنسبة لي زينة، يعني مقدار جيد جدا. بالنسبة لاختياري واختيار الأشخاص اللي ركبت لهم الدولة، فاختاروا شيء عشوائي، يعني اختيار على في مميزات لازم في البيت اللي يبون يختارونه لتركيب السولار. فهي من أهم المميزات إن الشمس من تطلع إلين ما تغيب تكون تضرب الشمس في الألواح. يعني أنا بي ليجي حين 5-6 دينار، هاي مو الاستهلاك، لا، تعرف إن في بعض المقطوعات دينارين ودينار وماي وهالسوالف، فأنت لو بتطالح أنا استهلاكي 3 دينار وشوي. في الصيف لا، في الصيف بيكون أزيد، يمكن 15 يمكن 10 يمكن 12، يعتمد على البيت. ناس فكرتها انه ينتج حق يعني حتى في الليل، هذا لا، هذا لازم يعني يكون لتشارجبل، يعني تشارجبل يكون للبطاري وشغلات طويلة ومكلفة الصراحة. فهو لا، هذا اللي انت يطلع عندك الانتاجية نفسها مباشرة تستهلكها. الميزة اللي سوتها الوزارة ومشكورة عليها ان هذا الانتاج اللي يطلع انت مو شرط تستهلكه كامل، ما قاعد تستهلكه في وقت الجو الزين في اليوم الاجواء حلوه وكذا يعني، فانت الزايد اللي عندك يروح مباشره للشبكه، شبكه الحكومه مال الكهرباء. والشيء الممتاز انهم يعني يحسبون لك، ومشكورين يعني على هذا الشيء، انهم يحسبون لك اليونت اللي يطلع من عندك الى الشبكه. فيعني أنا شفت إن هالأشهر الصراحة في فائدة إن يخصمون لك من الشهر اللي بعده، يعني إنتاجية هالشهر خصمونه من الشهر اللي بعده.